فريقنا بيستعد خلاص للمواجهه القادمه بلديه المحله يوم الاثنين القادم ان شاء الله. النهارده فريق كان راحه، ومن بكره جوزيه جوميز يرجع مره تانية مع اللعيبه للتدريبات. الراجل الحقيقه عايز في البدايه اتكلم معاكم، انا صعبان عليا. كان بيبدا يشتغل على اكتر من تكتيك باكتر من طريقه لعب مختلفه، بما انه خلاص الدوري بالنسبه له يعني احنا على الورقه والقلم نقدر نقول انه لا مفيش حاجه مستحيله، ولكن في الاخر هي ترايل ماتش، يعني انت بتنزل كل مباراه بتجرب طرق لعب مختلفه. رباعي نادي الزمالك انضموا لمنتخبنا الاولمبي الوطني، فالراجل بقى عنده اربع عناصر مهمين واساسيين مش موجودين: زيزو، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، زياد كمال. الراجل عنده ضغط مباريات، ويمكن بيحاول يعوض ده بانه يعمل استشفاء، بيحاول يعوض ده انه يعمل روتيشن بين اللعيبه. شفنا لعيبه صغيرين ناشئين بيدخلوا القايمه، بيديهم فرص، عايزهم يظهروا، عايزهم يبانوا. شفنا اكتر من اللعيب نقدر نعتمد عليه، ولكن يمكن رسالتي لبعض اللاعبين اللي بيطلعوا يلعبوا فيرست تيم مش بس نادي الزمالك، عامه انا بتكلم في مصر كلها، لما انت تكون ناشئ وتاخد فرصه انك تظهر، ويا لما ربنا يكرمك وتظهر في نادي كبير بقيمه نادي الزمالك، موت نفسك. انا لو مكانك هاكل النجيله، ومعنى ان الجهاز الفني بالكامل بالمدير الفني الاجنبي استقر على انك تبدا مباراه، او استقر انك تكون متواجد مع اللعيبه الكبار في مباراه اساسيه في الدوري العام، يبقى انت عندك الامكانيات اللي تؤهلك تخليك تلعب في الفيرست تيم. تعمل ايه؟ انزل اكل النجيله. نشوف اللعيبه الكبار بيعملوا ايه، اللعيبه الكباتن. كابتن عبد الله السعيد امبارح في الدقيقة 70 تقريبا او الدقيقة 60 قبل ما يخرج ب 10 دقائق، مش امبارح عفوا، في المباراة اللي فاتت، عمل سبرنت، المباراة كانت امبارح، عمل سبرنت من اول الملعب، من اخر الملعب لاول الملعب، وراح وقطع الكورة وبنى هجمة. ببص على نفس الكادر ده، في لعيبة في الملعب وقفت. انا مش عارف لو اللقطة يعني في الكنترول تقدروا تحضروها. لعيبه وقفت في الملعب، كابتن عبد الله رجع وراح وجاب الكوره وقطعها وبدا هجمه. 39 سنه. فدي حاجات مهمه جدا، وبالذات لو انت ناشئ لازم 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 ما تبخلش بكل نقطه عرق. كلمة ناشئ اتغيرت عن زمان، زمان كان اللعيب عنده 21 سنة و 22 سنة، معلش لسه صغير، بكرة يبقى عنده الخبرات، بكرة يتعلم. شفنا أمثلة كتير جدا. لعيب زي لامين يامال صعد أسبانيا لنهائي اليورو، لنهائي اليورو وعنده 16 سنة وكام شهر. شخصية. بينزل ما بيبخلش، ما بيخافش، بيدوس على نفسه. انت كلعيب عايز تثبت مكانك، ولا عايز خلاص تبقى فتره وكام ماتش ولما يجي الميركاتو هنجيب لعيبه واللعيبه اللي بره القايمه هتخش وتنزل تاني ناشئين او تروح اي نادي تاني؟ انت في ايدك القرار. فدي رسالتي للاعبي نادي الزمالك الناشئين. عندنا منجم ذهب، انا مسميه دايما بمنجم الذهب، اللي كل ما تبص وتدور فيه هتلاقي كنز، هو قطاع الناشئين بنادي الزمالك. فبتمنى من كل قلبي نركز. جوزيه جوميز الفتره الجايه الصراحه انا شايف ان هو بياخد اللي هو عايزه من المباراه. بيعمل ايه؟ عايز ثلاث نقاط خلاص، مشي الدنيا، زق كده معايا اليوم زي ما بيقولوا. أنا عايز آخد ثلاث نقاط في ظل الغيابات المهمة اللي موجودة معاك في السكواد، وبالتأكيد غيابات مؤثرة من إصابات لمنتخبنا الأولمبي، فأنا عايز أكسب. الحمد لله قدرنا نوصل
المربع الذهبي في ترتيب الدوري، ولكن ده مش مكاننا ولا مكان نادي الزمالك ولا قيمة تيشيرت نادي الزمالك، ولكن هو موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة. موسم الحمد لله ان هي ماشية، يعني هي ماشية وبتخبط والدوري تمام والمواعيد متلصمة ومفيش اي هزار، فخلاص نعدي الموسم ده. عندنا كاس مصر هيبدأ ان شاء الله المباراة اللي بعد اللي جاية، عندنا سوبر افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله ناخد كاس مصر يبقى عندنا سوبر مصري، عندنا كمان ان شاء الله السنه الجايه خلاص كونفدراليه رسمي، الزمالك مشارك في بطوله الكونفدراليه العام القادم، فخلاص نركز نبني فرقه.